شاكرة القناة الثانية موريتانيا على استضافتي لبرنامج تجربتي. أنا اسمي عايشة متعبداوي المكين، رئيسة جمعية معا من أجل أسرة سليمة ومنتجة، وسفيرة السلام الدولية، وعضو مؤسس في جمعية ميثاق السلام الدولية. تعليمي توقف عند البكالوريا، لكني بعد لين وفيت من الدراسة دخلت في مجال لهذا المجال الجمعوي، دخلت كمتطوعة مع بعض الجمعيات فيها اللي دولية وفيها اللي وطنية، واستفدت من ذاك التجربة من ذاك العمل مع ذاك التطوع مع ذيك المجموعات، استفدت منه أنا التجربة الراسي وعادت عندي. وبعد ذاك لين 2016 فكرت أنا ومجموعة من الشباب فيهم حملة الشهادات العليا وفيهم أطر وفيهم هذا، فكرنا أن نعدلوا الجمعية، وفعلا الحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى وخرجت لنا هذه الجمعية وبدأنا فيها في العمل الميداني. دخلت في العمل التطوعي كمتطوعه مع منظمه واخذت التجربه، والاهداف اللي انشئت من اجلها هي انشئت من اجل حقوق المراه ايا كانت مطلقه ارمله زوجه وكذلك الاطفال. ومن ضمن اهدافها عن العمل تشجيع الشباب على العمل التطوعي، نحيي في الشباب وفكرة العمل التطوعي عنه يعطي هو الوطن ويعطي لمجتمعه قبل أنه يأخذ منه. في المكتب التنفيذي تقريبا 14 عضو وأكثر يتم نساء، عندها نظامها الداخلي نظامها الأساسي نظامها الداخلي ومرخصة من وزارة الداخلية. من ضمن التحديات أولا عن الساحة ما هي خالية لها، هي وحدها هي ما شاء الله معها مجموعة من المنظمات هون في موريتانيا تقريبا تلحق 12,000 منظمة وسبقوها للمجال، هذا من أول التحديات. ثانيا مولي عن ذن ياسر من العراقي اللي يعود قدامه الجمعيات قاع بصفة عامة ويلحرى جمعية ناشئة. من المسائل اللي حققنا فيها أن احنا ركزنا على الميدان، هو اللي ركزنا عليه. بدأنا بأعمال تطوعية بسيطة من ضمنها توعية حول حق المرأة، توعية عن خطورة خفاض البنات مثلا، لا سلسلة من مجموعة من الشباب يمشوا يعدلوا توعية معينة حول موضوع معين شائك ومثلا المجتمع يعاني منه. من ثم عندنا نعدلوا ملي شيء، مثلا جينا للأسر الضعاف اللي حصيناهم عندنا وشفنا حالتهم وشفنا ظروفهم، حاولنا عنا نقربوا قدر الإمكان من المحسنين والميسورين الحال لذيك الأسر اللي ذيك هي حالتها. عندنا أسر وفيهم عندنا أسر ضعاف ماديا وفيهم مرضى، يعني يعود المعيل أم والله الأب لكنه مريض هو من نفسه، نحاولوا عننا نجيبوا لهم بعض شيء يساعدهم في مثلا نقدموا لهم بعض من المساعدات عن طريق اشخاص، ما هي المنظمه من نفسها ما عندها ذاك من الامكانيات ولا عندها ذاك من الماده اللي تطور هي من الاسره والله تحاول انها تتطور منها مثلا ماديا، لكننا عندنا نجوا للاسره ونعدلوا التصوير. ويعني دائما لا يجبر تفاعل كيف موسم رمضان دائما نوزع سلات غذائيه، ومن ضمن التوزيع لنا وزع عدنا نعدل ذا التوزيع الحمد لله اعتمدونا منظمتين، واحدة تركية والأخرى كويتية، عادوا بعد معتمدين سنويا يعطونا كمية معتبرة ونقسموها نحن على ذيك الناس اللي فاصلة فيها. حسب وجهة نظري أنا من أسرة سليمة ومنتجة عنها تعود سليمة أولا من الأمراض، سليمة من الأمراض أيا كانت ذيك الأمراض، سواء كانت أمراض اجتماعية سواء كانت أمراض بدنية مثلا في الجسم، وأنها تعود ملي منتجة الأسرة لابد تعود فهم تكاتف وتعود فهم تكافل بين أعضاء الأسرة كاملين من عند الأبو والأم والأبناء، لابد يعود فهم إنتاج. لين تعود أسرة ما هي منتجة معناها عنها ما هي نفسها ما استفادت هي الروسها ولا هي قطعا اللي هي تقدم شيء، وإسرائيلين تعود سليمة وتعود منتجة بإذن الله تعالى، قطعنا عنها وطنها دور تقدم له شيء وهي من بسهم اللي لهي تستفاد. من الأسباب اللي خلاتني أصر وأعزم
نعزم على اني ننشئ منظمة واني نشارك كمطلقة، كمرأة مطلقة ام لابناء. عن المطلقة ما معناها نهاية الدنيا، ولا معناها عن مثلا المرأة لا طلقت انها تمرق الحياة والله تعود والله تدخلهم اللي بشكل ما هو طيب. مطلقة لا كيف تشي كامل، فعلا الطلاق ظاهرة سيئة ولا هي زينة ولا تتواسى، واللي قد مثلا يعود حد قد يتفاداها لا يتفاداها غير ما اللي لين يفوت يوقع المحظور. فهم بدائل للمرأة عنها تقد هي نفسها تربي تركتها وتتعاون مع هذا الطليق على شاشرتها، ما يعود فم حرب. هو لا نحن الاثنين تفرقنا غير ما بيناتنا عندنا مصالح مشتركة اللي هي ذوك التركة، بما أن ما قدنا نحافظوا على روسنا على الأقل بعد نحافظوا على علاقتنا بالشاشرة، إياك تعود مثلا ذم ارتباط وذم مودة وذم رحمة، هذا ما يزول بالطلاق. عندي نشاط قطع عدلته، هو عبارة عن سلة مصاحبة للبيئة وفي نفس الوقت طاقة بديلة. هذه السلة قررت تعلمتها مع مجموعة من المنظمات عن طريق امرأة من بوركينا فاسو قد جاءت الموريتان. المهم ان قررت ان هذه السلة وعلمت ان كيفيته وكيف انشائها وكيف الطريقة اللي تعدل بها. حسب اجتهادي وعلمي عن جميع زملائي اللي كانوا معاي في ذيك الدروس، لانهم ما واصلوا مثلا في السلة، لكن انا تميت اللا به، تميت اللا مواصله معاها عن نعدلها لاشخاص معينين يجوني يطلبوها مني بها اللي شافوا عنها فايدتها عليهم في الدار، وعادوا يطلبوها مني ونعدلها لهم. لكني ضرك اتخاطر انا من نفسي هذه التجربه، والله هذه السله عنها يعلم بها المجتمع الموريتاني، لانها هي مفيده لاهل الحضر، مفيده لاهل البدو، مفيده للسياح. احنا ضرك على وجه ضم خريف راجعين من عند مولانا، ان شاء الله يرفع عنا وعنكم ان شاء الله عن جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوباء ان شاء الله، ونترجع الحياه ان شاء الله طبيعيه. ضم فتره الخريف يمشوا ارواق يجي كلها يمشي شهر بليده يقعد يبقي السياح فيها والله يسترع، لانها سله مهمه ومفيده وان شاء الله قد تعدل تغيير نوعي للمحافظه على الطاقه، لانها هي كانت قد تعود أسرة كانت تعمل تقريبا 100% من غاز والله من لحموم، لين تعود عندها هي مع في كوزينها لين تعود تعمل لها 50% من طاقتها، ولا هي ما مثلا ما تخسر عندها يخسرها شيء واحد اللي هو الماء. هي قد تنطرح احد بوش غاز ويتم حد لها لين يفوت يلحق مرحلة من مصيبه ويديرها فيها هي ويخليها بينها معها. طعامك ما ولا يخسر لها فوت 72 ساعة فيها على نفس الحرارة اللي درت فيه ليتم فيه، ولا درت بارد ليتم بارد. ومن نفسه راني شاكرة التلفزة الموريتانية على استقبالها لي وعلى فتح لي المجال اني نعبر عن راسي، نعبر عن مثلا نعرف عن جمعيتي. نطالب اولا من الدولة من الحكومة عنها من هذه الجمعيات الضعاف اللي مثلا في بداياتهم عنهم يعينوهم، إلى جاوا طارحين طلبات عنهم يطرحوا يعطوا عين الاعتبار لهذه الطلبات، وعنهم اللي يدعموهم، وهذه مطالبة منهم يدعموا لي هذه السلة، لأنها سلة مهمة ومفيدة وإن شاء الله قد تعدل تغيير نوعي للمحافظة على الطاقة، لأنها هي كانت قد تعود أسرة كانت تعمل تقريبا 100% من غاز والله من لحموم، لين تعود عندها هي مع في كوزينها لين تعود تعمل لها 50% من طاقتها، ولا هي ما مثلا ما تخسر عندها يخسرها شيء واحد اللي هو الماء. هي قد تنطرح احد بوش غاز ويتم حد لها لين يفوت يلحق مرحلة من مصيبه ويديرها فيها هي ويخليها بينها معها. طعامك ما ولا يخسر لها فوت 72 ساعة فيها على نفس الحرارة اللي درت فيه ليتم فيه، ولا درت بارد ليتم بارد. ومن نفس الحال نختار ملي وجه رسالة لنفسي وللجمعيات كاملين اللي في الميدان كاملين، إننا إحنا كلنا يكمل الآخر، ما فيه جمعية لا هي تعدل خير ولا تعدل عمل إنساني ولا عمل حقوقي ولا عمل جمعوي، ما عدنا كاملين متكاملين، ونحن كاملين ملي في النهاية مكملين للدولة ومكملين كلنا يكمل بعض.